أطلقت في بلدية نالوت حملة صيانة وتنظيف الشوارع الرئيسية بالبلدية. الحملة حسب القائمين عليها شملت رصف وتعبيد الطريق الرابط بين الملعب البلدي وقاعة المجاهد خليفة بن عسكر تحت إشراف المجلس البلدي نالوت وبالتعاون مع مكتب المشروعات بالبلدية. تتواصل في بلدية وادي البوانيس فعاليات معرض ليبيا الزراعي في نسخته الثالثة. المعرض تشارك فيه شركات زراعية وفلاحون ومربو النحل. هذا ويتضمن المعرض العديد من المشغولات اليدوية والملبوسات والمأكولات الشعبية. أقيمت في بلدية طرابلس المركز دورة تدريبية توعوية في مجال خدمات المسح البيئي. الدورة تهدف إلى مساعدة المخططين في تحديد الاتجاهات المرورية والأضرار الهيكلية والمسائل الصحية المحتملة الناجمة عن حركة المرور الكثيفة، بالإضافة إلى العمليات الصناعية. عقد في بلدية صرمان اجتماع لمناقشة استعدادات البلدية لفصل الشتاء ومواجهة فيضانات مياه الأمطار. هذا وحضر الاجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ ومدير شركة المياه والصرف الصحي صرمان ومدير مديرية أمن صرمان، بالإضافة إلى رئيس جهاز الحرس البلدي بالبلدية.